لطالما كان العراق يمثل نموذجا نستحضره في الذاكره الجماعيه عندما نتكلم عن الجيوش العربيه الاقوى والاكثر تاثيرا وكان طموحا في اهدافه لانشاء صناعه عسكريه وطنيه لكن كم الكل يعلم أن هذه الصناعات والمشاريع تعطلت بعد حرب الخليج الأولى في التسعينات بسبب العقوبات الدولية الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 لم يقضي فقط على ما تبقى من الصناعات العراقية بل حاول أن يحول المنهج التسليحي للعراق إلى الاتكال على واشنطن لكن هذا لم ينجح طويلا بسبب امتناع الولايات المتحدة عنه بيعه ما يحتاجه العراق فعلا وبعته العتاد الذي تراه هي مناسبا ولا يكسر التوازنات الإقليمية من هنا جاءت حاجة بغداد لتنويع مصادر التسلح وإعادة إنشاء صناعة دفاعية في هذا الصدد بحث رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي معه وزير الإنتاج الحرب الباكستاني التعاون في مجال التصنيع العسكري وذكر بيان الهيئه في 15 ايلول سبتمبر الماضي ان وفدا من هيئه التصنيع الحربي برئاسه رئيس الهيئه قد زار باكستان لمده ثلاثه ايام اطلع فيها على الامكانات المتاحه في مجال التعاون في الصناعات الحربيه والتقى مع قائد الجيش وكبار قاده الجيش الباكستاني والفنيين المختصين في عده مجالات وزار المصانع العسكرية الباكستانية وقد أبدى الجانب الباكستاني استعداده الكامل لنقل التكنولوجيا والشراكة مع العراق في هذا المجال ولغرض تنفيذ هذه التفاهمات وقع الجانبان محضر اجتماع تفصيلي مع جدول زمني للبدء بشراكة استراتيجية تبدأ من نقل التكنولوجيا وتنتهي بإنتاج محلي للاعتداد والأسلحة والمعدات التي يحتاج لها الجيش العراقي والقوات الامنيه. فما هي المنتجات الباكستانيه او التقنيات التي تستطيع اسلام اباد نقلها لبغداد؟ مع عدم توفر المعلومات الرسميه حاليا نستطيع استنتاج بعض الفرضيات المنطقيه انطلاقا من الحاجات العراقيه وما ممكن ان تغطيه الصناعات الباكستانيه. في المجال الجوي مثلا العراق بحاجة لاقتناء او تصنيع لكل مكونات القدرات الجوية ومن الممكن ان تعرض باكستان على العراق بيعها طائرات جي اف 17 وخطوط لإنتاجها كما فعلت مع مصر ولكن هذا السيناريو التصنيعي يبدو لي صعبا لان العراق يفتقر الى بنية صناعية في مجال الطيران. ربما من الأسهل اللجوء حاليا إلى تصنيع الطائرات المسيره وشراء مسيره شهبر الباكستانيه كما فعلت الجزائر. في المجال البري وبعد توقف إنتاج دبابات أسد بابل التي استنسخها العراق من التي 62 السوفيتيه والبنادق الآليه المستنسخه من رشاشات الكلاشينكوف والدراغونوف ربما سيلجأ العراق إلى تصنيع دبابة الخالد الباكستانية التي صدرتها باكستان إلى السعودية وغيرها من الأسلحة البرية هنالك مجال آخر لم يهمله العراق وكان سباقا فيه هو مجال الصواريخ الباليستية أول دولة استخدمت الصواريخ لتدك المدن المعادية في حرب حديثة هي العراق عندما كانت تقصف العمق الإيراني في الثمانينات واشتهر العراق بتصنيع الصواريخ المشتقة من صواريخ السكوت بي والسكوت سي، كما أنه طور بعدها صاروخين أرض أرض هما العابد والحسين، لم يعد هناك صناعة للصواريخ البالستية في بلاد الرافدين، وهذا معيق للغاية، إن كل دول المنطقة باتت تملك ترسانات صاروخية ثقيلة، وقد استخدمت ضد اهداف على اراضيها كما فعلت ايران عندما قصفت القواعد الامريكيه او قوات داعش والمراكز السريه الاسرائيليه تحت الغطاء الكردي في شمال العراق لهذه الاسباب من المنطقي ان يسعى العراق الى انتاج الصواريخ الباكستانيه محليا الصواريخ التي ربما تهم بغداد وتريد أن تنتجها برخصة من إسلام آباد هي أو من النوع المجنح أي صواريخ جوالة كصاروخ بابور أو من نوع باليستي كصاروخ شاهين وصاروخ خوري سنحاول في مرحله قادمه ان نقدم لمحه عن مواصفات السلاح الباكستاني وخاصه الانظمه التي سردناها والتي قد تهم العراق او دولا عربيه اخرى. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire et de partager.